وفي مكان أناس يقولون عن الهيكل أنه مزين بالحجارة الحسنة وبهبات النذور. قال لهم يسوع: هذه التي ترون ستأتي أيام لا يترك فيها حجر على حجر إلا هدي. فسألوه وقالوا: يا معلم، متى يكون هذا؟ وما هي العلامة إذا أوشكت هذه الأمور أن تقع؟ فقال لهم: انظروا ولا تضلوا، فإن كثيرين سيأتون باسمي ويقولون إني أنا هو المسيح، وإن الزمان قد قرب فلا تتبعوهم. وإذا سمعتم بحروب وفتان فلا تخافوا، فإنه لا بد أن تقع هذه أولا، ولكن لا تكون الآخرة حين ذاك، لأنه ستقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون زلازل عظيمة في بعض الأماكن ومجاعات وأوبئة، وتكون مخاوف ورعبات وعلامات عظيمة من السماء، وتحدث أمطار غزيرة. فإذا رأيتم أورشليم قد أحاط بها الجنود فاعلموا أن خرابها قد دنا. حينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذين في المدينة فليفر منها، والذين في الحقول لا يدخلوها، لأن هذه أيام الانتقام ليتم كل ما هو. الويل للحبالة وللمرضعات في تلك الأيام، فإنه سيكون على الأرض شدة عظيمة وسخط على هذا الشعب، ويسقطون بحد السيف ويسبون إلى كل الأمم، وأورشليم تدوسها الأمم إلى أن تتم أزمنة الأمم، وتكون علامات في الشمس والقمر والنجوم، ويكون على الأرض ضيق للشعوب وحيرة من جيشان البحر، وتسهق نفوس الناس من الخوف وانتظار ما سيحل بالمسكون، وتتزعزع قوات السماء سحابة مع قوة كثيرة ومجد عظيم. فإذا بدأت هذه أن تحدث تشجعوا وارفعوا رؤوسكم،
لأن خلاصكم قد ضروا والسلام لجميعكم.